السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة، بحلقة جديدة من حصاد الأيام وأبرز ملفات اللي نتابع. زيارة الأربعين في دائرة الاستهداف من النظام المباد وحتى يومنا الحاضر. العراق يضع حجر الأساس للربط السككي مع إيران، تعزيز التعاون وحل أزمة النقل. حياكم الله مشاهدي الأحبة في حلقة جديدة من حصاد الأيام. منذ حكم الطاغية صدام وحتى وقتنا الحاضر لا تزال زيارة الأربعينية في دائرة الاستهداف، سواء في الواقع أو مواقع التواصل الاجتماعي. مليونية هذه الشعيرة والوفود القادمة من مختلف الأرجاء أسباب أساس في نصب العداء لهذه الزيارة المليونية من الطابور الخامس، البعثيين والدواعش وأصحاب النفوس المريضة التي تقتلها الأجواء الروحانية واللحمة الشعبية بين الشعوب الإسلامية. ورغم عديد المحاولات للإخلال في المراسم، غير أنها لم تستطع الفصل بين هذه القلوب، وهذا خير دليل على حقيقة أن زيارة الأربعين محطة تعزيز التآلف، فالأعداد تتزايد عددا وعدة وحبا ولهفة وعشقا ومودة لسليل النبوة وبضعة الزهراء عليهم السلام. أما في ملفنا الثاني مشاهدي الأحبة في هذه الليلة، فنتابع مع وضع العراق وإيران الحجر الأساس لمشروع الربط السككي بين البلدين، والذي يعد انتقالة نوعية لمستوى التعاون وتعزيز قنوات التواصل. فالمشروع استراتيجي لما يمثله من حلقة ربط جديدة تسهم في نقل المسافرين، خاصة في المناسبات الدينية والتي تشهد كثافة في الحركة تصل حد الأزمة الجاثمة. فنقل المسافرين مرتكز الاستخدام والفائدة، وهذا بمثابة تفنيد لمساحات الجدل بشأن تقليصه من دور ميناء الفاو، فهو لا يتعارض أو يصادر حيوية أي من المشاريع المثبتة. هذين الملفين راح نتابعهم ضمن حصادنا في هذه الليلة، تتفضلون بقاء ويانا ومتابعتنا. حياكم الله مشاهدي الأحبة، بهذا الملف أرحب بضيفي الكريمة في الأستوديو، الأستاذ كامل الكناني الكاتب والخبير الإعلامي. حياك الله أستاذ كامل ضيفا كريما، وكذلك السيد العميد نبراس محمد مدير قسم مكافحة الشائعات في وزارة الداخلية. حياكم الله ضيوفا كرام. أستاذ كامل، أبدأ مع حضرتك، يعني بالبداية شلون نعرف بأنه هاي العناصر اللي تستغل هذه المناسبة المليونية، شكلهم وطبيعة تفكيرهم، هل هم أعداء العراق، أعداء إيران، أعداء الشعائر الحسينية، لو كل هذه الإشكالات تجمعت في نفوسهم المريضة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، حياك الله وحيا ضيفك الكريم ومشاهدي القناة الطيبة وكادر البرنامج. بالحقيقة الجنون الذي يلاحظ على محبي الحسين من موالين ومحبين يتقدمون بالمسير بمئات الكيلومترات في أجواء حارة وفي ظروف صعبة، والجنون الآخر الذي يقابله المضيفون الذين يبذلون الغالي والنفيس في تقديم ما يستطيعون لهؤلاء المحبين والعاشقين والزائرين والمعزين، يثير لدى الآخرين، يثير لدى الأعداء جنون آخر، جنون يعني رد فعل على ما يشاهدوه. هذه الظاهرة المليونية الكبيرة هذه تخطئ كل ما غيرها، تخطئ كل المناهج السياسية، كل الدعاوى الثقافية، كل الأفكار التي يتمجدق بها البعض ويزعم أنها أفكار إنسانية، حقوق إنسان، حرية غيرها. هذه الحقيقة التي تصدح في أجواء الأربعين ترفع من مستوى الإنسان إلى مستوى العطاء الكامل، إلى مستوى الذوبان الكامل في أخيه الإنسان.
يعني الناس عادة تكرم من تحب، تكرم من تعرف، تكرم من يقترب منها. الأب يكرم ابنه، الإنسان يكرم زوجته، الأم تكرم أولادها. ولكن أن تفتح الناس أبوابها لناس لا تعرفهم، ليس من دينهم، ليس من مذهبهم، ليس من بلدهم، ليس من عشيرتهم، ليس من قوميتهم، هذا أمر عجيب غريب. ثم أن هنالك تداعي لهذه التظاهرة المليونية الكبيرة ينعكس على السلوك. يعني أنت تجد أن الناس مثلا تكرم الضيف، لا بأس، طبيعي، شيخ عشيرة يكرم، يقدم الطعام لزوار الإمام الحسين، لضيوفه. ولكن أن هذا شيخ العشيرة الذي ربما يحمل سلاحه ويقاتل إذا ما جرح بكلمة أو بإشارة، تجده يتوسل بصغار الناس، ببسطاء الناس، بالمشاة، بالذين لا يعرفهم، بالذين ربما في موارد أخرى لا يقيم لهم وزن، يتوسل بهم أن يأكلوا من طعامه، أن يدخلوا بيته، أن يدخلوا مضيفه. هذا التغير الإنساني، هذا التغير المعنوي، هذا التغير الروحي، أو أسميه الارتقاء الروحي والأخلاقي والديني، هذا يعني يذهب عقول الآخرين. أعداء الدين يعني بالتأكيد يجن جنونهم من هكذا مظاهر. فإذا أخذنا بنظر الاعتبار وجود قاعدة تمثل أكثرية الناس، أكثرية العقلاء، أكثرية الناس الأسوياء، يوجد الاستثناء وهو ذوي النفوس الضعيفة، ذوي الأطماع، ذوي الشخصيات الهزيلة، هذول يتبعون ما يثيره الأعداء من إشاعات ومن حرب نفسية ومحاولة تضعيف، محاولة تقليل هذه الزيارة، محاولة طمس هذه الزيارة، محاولة أصلا عدم نقل أخبارها. يعني أنت الآن إذا تشوف البي بي سي أو السي إن إن أو المحطات الأمريكية لا تكاد تذكر خبرا عن الأربعينية. فإذا حصلت على خبر سلبي سوف تكون كأنما أنصفت الأربعينية وغطتها، تجيب لك فد واحد تافه يتشاجر مع زائر أو يسيء لزائرة، مرة بعنوان إيراني، مرة بعنوان. النتيجة أن هنالك قاعدة استثناء، قاعدة تمثل الحالة البشرية العامة، وهي حالة الأسوياء. نعم. الذين يعشقون رمزا فيتيهون حبا به، وآخرون يعشقون هذا العاشق الجديد فيخدمونه بكل ما يستطيعون. هذا أعتقد يثير أصحاب النفوس المريضة. نعم. يثير الأعداء ويجعلهم يحاولون، وأنا ما أعتقد يأثرون. يعني من لا القيمة العددية لهم تعني شيئا ولا التأثير، يعني هم أخو تأثيرهم مو أكثر من الدولة الأموية ولا أكثر من الدولة العباسية التي كانت تقطع أيدي من يزور قبر الحسين. نعم. كانت تقتل من يزور قبر الحسين، كان من يشار إليه بالبنان هذا رافضي يقتل. طيب. هذه الدول التي كانت تحكم العالم آنذاك، الدولة العباسية وصلت حدودها من الصين إلى فرنسا إلى النمسا، وكانت تعادي أهل البيت وتحارب الزيارة، وهدموا قبر الحسين و أطلقوا عليه النهر لكي يغرقوه، وكانوا يقتلون زواره ولم يستطيعوا أن يؤثروا. هذه التجربة تكشف لك كم هم حمقى، كم هم أغبياء الذين يحاولون بهذه الإشاعات التافهة وبهذه الشخصيات الهزيلة التأثير على زوار الحسين. طيب. أنا أعتقد أن الصورة واضحة ومتكاملة، وإن شاء الله تعالى سوف يرد كيدهم إلى نحورهم، وسوف يؤدون هم أنفسهم دورا آخر في إعلاء قيمة الأربعينية. ولكن هذا لا يعني أن يتركوا هكذا على رسلهم. اسمح لي أن أرحب بالسيد العميد نبراس محمد. سام نبراس، أجدد الترحاب بحضرتك، ونتحدث عن ما انطلق منه الأستاذ كامل الكناني بأن هذه الحالات لا تحدث هذه الضوضاء في أزيار الأربعينية المليونية بعد أن وصلت الرسالة الاتصالية للنهضة الحسينية كافة أرجاء العالم، وانطلقت من العراق والكرم العراقي وضيافة الشعب العراقي. ولكن طبيعة خطة وانتشار عناصر مكافحة الشائعات لمنع الضوضائيين من استغلال هذا التجمع المليوني، كيف هي إجراءاتكم؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير على جنابك وعلى ضيفك الكريم وعلى كل الأخوة المشاهدين. حياك الله، مرحبا بك. بداية نعزي العالم الإسلامي ومراجعنا العظام والشعب العراقي العظيم بذكرى أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. شرع قسم محاربة الشائعات بتوجيه من قبل السيد معالي وزير الداخلية المحترم على تطبيق الخطة الموضوعة للقسم بعمليات استباقية وعمليات إجرائية. هنالك أيضا تم التنسيق مع العتبات المقدسة
والفرق التطوعية المنتشرة بعملية التثقيف والتوعية ضد الأخبار المضللة، وأيضا هنالك محاربة الشائعات، وهنالك أيضا الإجراء الثاني وهو الرصد الميداني والإلكتروني والمعالجة الفورية للشائعات والأخبار المضللة. وهنالك عنصر السرعة، هو عنصر جدا مهم، كان للتنسيق مع أيضا القوات الأمنية مع باقي المؤسسات الأخرى الخدمية والصحية. هنالك انطلقت خلية تعامل بالمعلومات الواردة والتعامل أيضا مع القنوات الإعلامية والمنصات الموثوقة لغرض يعني ضخ الحقيقة وضخ الأخبار الحقيقية وتفنيد الأكاذيب والشائعات التي دائما ما تنطلق مثل مع هكذا زيارات مليونية وتسمى الإشاعات الغاطسة التي تظهر بين الحين والآخر. هنالك أيضا مثل ما تعرف جنابك كثرة تواجد المواقع التواصل الاجتماعي وأيضا الانفجار الرقمي ساعد بشكل كبير جدا على انتشار الشائعات وانتشار الفيديوهات المضللة. هنالك للقسم عندنا احترافية في التعامل مع مثل هكذا حالات، وهنالك يعني تحضيرات جرت على قدم وساق منذ أشهر لغرض التهيؤ لمثل هكذا زيارة مليونية. كان هنالك رصد ميداني أيضا وفوري للأخبار المضللة ومعالجتها، وأيضا هنالك انتشار كبير كان لبعض المقاطع المسيئة الذين يريدون ضعاف النفوس مثل ما تفضل الدكتور تضخيمها، وأيضا عكس الصورة الحقيقية للكرم العراقي وللجهد الأمني والخدمي الموجود وترحاب العراق بضيوف العراق. هنالك كانت عمليات التوعية بكافة اللغات حتى تشمل التوعية لضيوف العراق أيضا، وهنالك أيضا الانتشار لقسم محاربة الإشاعات ودائرة العلاقات والإعلام وبإشراف اللواء الدكتور سعد معا على كافة محاور الزوار من عمليات التوعية، لأنه يعني المبدأ الرئيسي لعملنا هو الوقاية خير من العلاج. أيضا مع الأسف بدأت تطفو بعض المقاطع المسيئة، تم التنسيق ورصد وتم التنسيق مع وكالة الاستخبارات وجهاز الأمن الوطني، وتم إلقاء القبض على ضعاف النفوس الذين بدأوا بتصوير بعض المقاطع المسيئة والتي تسيء إلى سمعة العراق. وأيضا يوم أمس احنا وجهنا تحذير لتداول مثل هكذا مقاطع، الوجه الحقيقي مثل ما تفضل به الدكتور، الوجه الحقيقي للعراق هو وجه ناصع ومضياف، وأيضا هنالك مقاطع جيدة جدا يعني تظهر كرم العراقي وتظهر التآلف وتظهر أنه العراق قادر على استيعاب عدد أكثر، وهنالك ترحاب لضيوف العراق من كافة الجنسيات. قسم محاربة الشائعات أيضا يعني يصر وأيضا على أنه أن تكون الحقيقة هي ما تطفو على السطح، وأن يكون هنالك الجهود الجبارة الذي تبذل من قبل وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بشكل عام وباقي الوزارات أن تكون قريبة إلى المواطن. وكانت هنالك توجيهات أيضا لكل الأخوة أصحاب المواكب وأيضا الأخوة الزائرين عدم الانجرار وراء الأخبار المضللة واستسقاء الأخبار من مصادرها. هذا خير دليل ويعطي رسالة تمازج عفوا مع من قبل الزائرين، هنالك استجابة وهنالك ارتياح من قبل الأخوة الزائرين والتعامل الحسن مع القوات الأمنية بخصوص مع هذه الأخبار. لحد الآن الحمد لله والشكر يعني سيطرنا على أكثر المواقع وتم إغلاق عدد من المواقع، وأيضا تم إلقاء القبض على مروجين هذه الأفكار المضللة، ومستمرين أيضا حاليا يعني أفواجنا وأيضا مفارزنا منتشرة. موضوع الشائعات هو موضوع جدا خطير، تعتبر كأحد الحروب النفسية وتؤدي إلى الزعزعة وتؤدي إلى القلقلة، وأيضا تؤدي إلى صورة خلق صورة نمطية مشوهة نافية عن الواقع. فأيضا نهيب بالأخوة الزوار وبكل الأخوة أصحاب المواقع عدم تداول هذه الأخبار لأنهم تعرضهم إلى المساءلة القانونية. طيب أستاذ كامل، يعني هنالك جيوش كاملة وممولة من جهات مخابراتية تعمل ليل ونهار على تشويه صورة الزائرين ولا سيما الزوار الإيرانيين بالتحديد،
ينشرون على مواقع التواصل الاجتماعي بأنه تم إفراغ عجلات النقل من الزائرين الإيرانيين، خلي بلدكم خلي دولتكم هي اللي توفر لكم سيارات نقل داخل العراق، احذروا من السرقات من الجهة الفلانية، وأيضا احجوا عليهم بالموزين بأي موكب تفوتون بأي مضيف، حتى لو المعزب ببيتكم يما احجوا للأطفال أنه الإيرانيين كذا وكذا، حتى في سبيل يمتد الحقد. اللجوء لخيار إحداث شقاق بين البلدين الجارين اللي تربطهم علاقات مشتركة عديدة ووطيدة نقدر نقراه ومرحلة طبيعية وصل إلها أصحاب النفوس الضعيفة بعد إفلاسهم من إحداث تصادم أمني وسياسي؟ أحسنت، هذا سؤال بنيوي. يعني أولا هو امتلاء الفضاء الافتراضي بهذه المزاعم وبهذه الفبركات دليل على عدم وجودها واقعيا. لو كانت موجودة واقعيا لم احتاج الأعداء والخصوم الفضاء الافتراضي للترويج، ولم احتاجوا إلى جيوش إلكترونية، ولم احتاجوا إلى دولارات الترويج لكي يتحرك الذباب الإلكتروني لنشر هذه الأفلام. لو كانت موجودة واقعيا لاستغنوا عن الفضاء الافتراضي لنشرها وترويجها. فإذن انتشارها بهذه الطرق البائسة دليل على إفلاسها واقعيا. البعد الثاني أن ما تقوم به الناس وما تقوم به الأجهزة الأمنية مشكورة، وما يقوم به الأخوة في الأقسام المتخصصة في الأجهزة الأمنية مثل تفضل به الأستاذ نبراس حول يعني مكافحة الشائعات وغيرها، متابعة المواقع، هذا جزء من الجهد البشري الطبيعي جدا أنك تؤمن السلامة الخبرية والسلامة المعنوية والسلامة النفسية لجمهورك لكي يتلقى الأخبار بشكل صحيح. هذا نفس دور الرقابة الصحية في تأمين سلامة الأغذية والمياه وغيرها، نفس دور سلامة الأجهزة الأمنية حينما تعمل عملية مسح أمني وتقوم بعمليات استباقية وتقوم بتنظيف بعض المناطق من الحواضن من الإرهابيين. هذا كله جهد مشترك عام يساعد على خلق بيئة آمنة من الناحية النفسية من الناحية الفكرية. يعني السلامة الفكرية مهمة جدا في مسألة الزيارة، خصوصا أن رسالة الزيارة هي رسالة إنسانية، رسالة عابرة للقارات، عابرة للمذاهب، عابرة للقوميات، عابرة لكل معنى محدد بشري. يعني حتى لو نقول رسالة سياسية، هي رسالة الشمس لأهل الأرض تشرق عليهم جميعا. يعني أنت ما تستطيع أن تقول أن رسالة الأربعين رسالة سياسية لصالح حزب إسلامي أو حزب شيعي أو حزب ديني. هذا مثل شيء يحمل الشمس بيده، لا يحتاج دعاية لكي يقول أنا مع الحق أو الحق معي، لأن ما يقوم به الإنسان في زيارة الأربعين غير قابل للتصديق، غير قابل للتصور. يعني أنت شوف الأمم المتحدة مرات تصير عندها أزمات إغاثية، فد زلزال، فد كارثة، فد شيء، يجوز عشرات الآلاف ينزحون من مكانهم، تطلب من العالم كله يتبرع حتى يجون يأمنوا لهم خيم، حتى يأمنوا لهم يعني معيشة لمدة يومين ثلاثة، مياه صالحة للشرب. أما يمر 20 مليون 25 مليون 17 مليون في مدينة صغيرة، كربلاء من الناحية الجغرافية مدينة صغيرة، هؤلاء 20 مليون يجدون الطعام والماء والشرب والمفارز الصحية والخدمات وغيرها بدون أي جهة حكومية. يعني الجهات الحكومية جهات ساندة، الناس تقوم بهذه الخدمات. إذن أنت أمام مجتمع معطاء، أمام حالة لا يمكن أن يعني تصورها تصوير عادي. لذا أنا أعتقد بؤسهم وفشلهم وفشل النظريات المعادية للدين، فشل النظريات التي تروج للفساد والمثلية والانحلال الأخلاقي، يجعلهم في مورد الدفاع عن أنفسهم لكي يثبتوا أن هذه الظاهرة لا تخلو من مشاكل، هذه الظاهرة فيها مسائل كذا. هذا جانب. الجانب الثاني موضوع العلاقة بين العراق وإيران. العلاقة بين العراق وإيران أسست لتمحور في المنطقة مؤثر على الجيوبوليتيك السياسي لكل دول المنطقة. أصبحت العلاقة بين العراق وإيران تؤسس لمحور مقاومة قوي ومؤثر وقادر على مواجهة الهيمنة الأمريكية والمحور الصهيوني الأمريكي في المنطقة. فهذا طبعا يزعج الأعداء، طبعا يؤذيهم، طبعا يثير عندهم حفيظة. يعني إحنا ليش نتوقع هذا؟ عظمة تأثير هذه العلاقة وكبر تأثيرها يجعل الآخرين في دائرة البحث عن مشكلة هنا ومشكلة ربما قضية الكهرباء واحدة من الأمثلة.
اللي تمنع العراق أن يستورد من إيران غاز، أو تمنع العراق من أن يدفع أموال إيران، حتى تمنع إيران من أن تزود العراق بالغاز، حتى تقول بعد ذلك أن سبب تردي الكهرباء هو إيران وليس أمريكا. هاي أمثلة كثيرة، ولكن أنا أعتقد أن وعي الشعب العراقي وتجرار هذه التجارب البائسة لم يعد يعطي مندوحة لهذه الأساليب لكي تؤثر وتنجح. أنا أعتقد هم فشلوا والآن يلعقون تجارب فشلهم، يكررون أساليب فاشلة. يعني أنت يعني الواقع يشهد أن هنالك 20 مليون زائر يقوم العراقيون بإكرامهم وإطعامهم، أنت تجي تجيب لي فد واحد تافه يسيء إلى زائرة إيرانية ويقول أنا ضوجت وحدة إيرانية، أو تجيب لي واحد يضرب لزائر إيراني يتهم أنه هذا مدمن مخدرات. هذه الصورة الجزئية الصغيرة التافهة بالتأكيد هي لا تمثل الرد ولا تمثل شيء أمام عظمة الظاهرة الأربعينية. ولذا أنا يعني أطمئن المشاهدين الكرام إلى أننا في كل يوم ليس فقط نثبت صحة مسارنا ولا صحة عقيدتنا ولا صحة سلوكنا، وإنما نثبت أنه لا يوجد آخر له قيمة أمام هذه القيم المعنوية والروحية والأخلاقية. يعني أنت تخرج من كل ما هو ذاتي إلى كل ما هو معطاء، إلى كل ما هو رحيم، إلى كل ما هو حبيب، إلى ما كل هو يقدم خدمة للآخرين، يتواضع للآخرين. إذن هذه تجربة لا تستطيع هذه التفاهات أن تؤثر عليها برأيي. رغم كل ذلك كان لجهد وزارة الداخلية وأمن الحشد جهد كبير جدا أستاذ نبراس، يعني وأعلنوا القبض على مجموعة من هذه العناصر. شنو طبيعة الوسائل اللي كانت تستخدمها هاي المجموعات وارتباطاتهم؟ يعني هل هي يعني حالات كيفية أم هنالك من وراءهم يدعمهم ويوجههم؟ نعم، بالحقيقة هنالك يعني لحد الآن هم قيد التحقيق، وأكثر يعني اللي موجودين وتم إلقاء القبض عليهم هم يعني عدم ليس لديهم دراية. أكو موضوع جدا مهم أستاذ إذا نحب نتكلم به. تفضل سامي. يعني إحنا نشوف مع الأسف أنه أكثر متداولين في مواقع التواصل الاجتماعي ليس لديهم دراية بالثقافة الأمنية والثقافة القانونية. إحنا دائما ما ندعو كوزارة الداخلية ودارة علاقات والإعلام إلى رفع الثقافة القانونية ورفع الثقافة الأمنية، لأن في مواقع التواصل الاجتماعي وخوارزميات العالم السيبراني كل ما يصدر على مواقع التواصل الاجتماعي، هاي في رسالة للأخوة المستمعين والمشاهدين، كل ما يصدر في مواقع التواصل الاجتماعي هو تتمثل عليه إجراءات قانونية، لأن هو يمثل رأيك، هو الموقع اللي موجود اللي تفتحه في أي موقع تواصل اجتماعي يعتبر كهوية لك، فكل ما يصدر عن في مواقع التواصل الاجتماعي يتم عليه إجراء قانوني. فإحنا قلة الوعي اللي بالإجراءات القانونية، اكثر الفيديوهات اللي تتداول انه عدم درايه بان هذا الموضوع راح ياخذ منحنى اكثر، او لعامل الشهره او عوامل نقدر نقول عليها عوامل هي هزيله. فاحنا بعد ما كان في قبضه القانون يعني اصبح ان هنالك عمليه الاعتذار وما شابه ذلك، ولكن القانون القاعده لا يحمل مغفلين مستمرين في مثل هكذا يعني اجراءات وبقوة، وحسب توجيهات السيد معالي وزير الداخلية بإجراء بالقوة والتعاون مع مجلس القضاء الأعلى بإجراءات مشددة، لأن هذه تثير أيضا الريبة وتثير الزعزعة وتهدد السلم المجتمعي بشكل عام. فضل أنه الدكتور أن هنالك عملية يعني الكرم العراقي، وفي وصف جدا جدا جميل عن كيفية أنه تقديم والجود بالغالي والنفيس لخدمة زوار أبي عبد الله الحسين عليه السلام، الضبط الفكري، التقيد بالتعليمات وعدم وجود جرائم، وأيضا هنالك فتح الأبواب على مصراعيها، وفي حالة نادرة لظاهرة الأربعينية الجميلة جدا هنالك انضباط عالي من قبل المواطنين والزائرين وأصحاب المواكب، وهنالك عملية تجانس روحي بين الزوار وحتى من خارج بلدنا العزيز، وأيضا في زوارنا في داخل البلد، وهنالك أيضا نرى أجواء روحانية جميلة جدا. هو هذا خير دليل أنه السلام المجتمعي موجود، وأيضا العقيدة الفكرية هي الضابط الأنجح والأوفر في عملية السلم المجتمعي. احنا دائما نصبو إلى أن يكون هنالك سلام دائم مماثل لأجواء الأجواء الجميلة الروحانية في
أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. فإحنا ندعو كل الأخوة مثل ما أسلفت الأخوة المتداولي مواقع التواصل الاجتماعي التقيد وأيضا رفع المستوى الثقافي والمستوى في العالم السيبراني والمستوى القانوني حتى لا يتعرضوا إلى المساءلة القانونية، والتركيز على الأشياء الإيجابية. هنالك عدة مقاطع جميلة جدا تظهر الفتاة العراقية والطفل العراقي والشاب العراقي والشيخ الكبير بمظاهر جميلة جدا على من العطاء وأيضا التعاون وتقديم الخدمات. احنا دائما كان لنا أيضا في السابق من خليجي 25 ويعني ظهر الوجه الحقيقي للشعب العراقي. حاليا أيضا في كل زيارة أربعينية يظهر الوجه الحقيقي، ودائما إن شاء الله هو ظهر الوجه الحقيقي، ولكن احنا نريد أن نعطي للعالم دروس ثورة الحسين عليه السلام من عملية التسامح. المشكلة شو كنت تخلص من هاي النماذج أستاذ كامل؟ يعني سابقا اعتقال وتغييب وتهم جاهزة في زمن الطاغية صدام، وبعد التغيير أكو تفجيرات على جميع الطرق الواصلة لكربلاء، والاعتداء على الزائرين، الأعداد في ازدياد. إذن لماذا تتعلق هذه العناصر بخيط العنكبوت وتكابر بالأمل المهزوم؟ أستاذ أحمد، هذا تأثيرك، دورك. نعم. يعني بدأت الحالة الحسينية، بدأت الحالة الإسلامية، بدأت الحالة الروحية والمعنوية والأخلاقية التي تشع من قاعدة التشيع في العراق وإيران ولبنان، بدأت ترسم للعالم صورة العزة والكرامة، صورة المنقذ. يعني الأربعينية الآن تقول للإنسان تعال دواءك هنا، تقول للمحتاج تعال حاجتك هنا، تقول للمريض تعال، كل ما تحتاجه موجود في هذه. وحينما ترتقي أي ممارسة إلى هذا المستوى، فبالتأكيد خصوم هذه الممارسة يحاولون، يسعون، يريدون ويجدون من يعني من ضعاف النفوس من يحركوه بهذا الاتجاه. ولكن أنا أقول أن هذه الظاهرة التي بدأت تتخطى حدود العراق، بدأت تؤثر، بدأت تتخطى حدود الشيعة، بدأت تستقطب مواكب من أديان مختلفة. يعني يجيك موكب زرادشتي، يجيك موكب مندائي، يجيك موكب من ديانات أخرى، يجيك أصحاب كنائس مسيحية. أنا في أحد الدورات كنت ماشي من النجف إلى كربلاء، لاحظت يعني أقوام مسيحيين لديهم وسائل إعلام، فضائيات أجنبية. مستشار بوتين الثقافي سار في مسيرة الأربعين. فيأتيك صعلوك تافه يقوم بسلوك بسيط، وتقوم مجموعة من المروجين لنشر هذا السلوك باعتبار هذا ظاهرة موجودة. هذه محاولات بائسة. يعني إحنا يعني علينا أن لا نتوقع حينما نضرب عدونا ضربة قاصمة أن لا يحاول الرد علينا. أنا أعتقد هذه جزء من الردود الكاشفة عن بؤس الأعداء وفشلهم واندحارهم، فهم يحاولون أن يجدون في هؤلاء الضعاف من الشباب الغير المتعلم كما أشار الأستاذ نبراس، الذي لا يدرك المخاطر القانونية، لنشر أشياء مسيئة. هذا مهم جدا. يعني إحنا بحاجة إلى ثقافة ترصن كما أشار الأستاذ، ترصن التصرف القانوني. هذه الناس التي تستفيد من وسائل التواصل وتنشر كل ما تريد ثم تقع في قبضة القانون، تدرك بعد ارتكاب الخطأ أنها تجاوزت وأنها أخطأت. رسالة مهمة جدا يعني للمربين جداً وللشباب ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي من العميد نبراس، وأشرت لهذا الجهد حضرتك. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ كامل الكناني الكاتب والخبير الإعلامي، ضيفا كريما في الأستوديو، والأستاذ العميد نبراس محمد مدير قسم مكافحة الشائعات في وزارة الداخلية. أشكرك شكرا جزيلا، انضممت معنا ضيفا كريما في الأستوديو. نتواصل وإياكم مشاهدي الأحبة بعد الفاصل نتابع. العراق يضع حجر الأساس للربط السككي مع إيران وحل أزمة النقل.
مجدد المشاهدين الأحباء، بهذا الملف أرحب بضيفي الكريمين الأستاذ علاء الفهد الخبير الاقتصادي ضيفا كريما في الأستوديو، أهلا بك أستاذ علاء، وكذلك عبر الأقمار الاصطناعية الأستاذ حسن النجار معاون محافظ البصرة، حياكم الله ضيوفا كرام. أستاذ علاء، نتحدث عن وضع حجر الأساس لمشروع قديم منذ عام 2010، هذا المشروع بث الروح فيه أو بثت الروح فيه مجددا ودخول حيز التنفيذ، هل هي دلالات إدراك الأهمية الاقتصادية والحيوية برأيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية ورحمتك ولضيفك الكريم ولكل مشاهدي قناة الأيام، حياكم الله. حقيقة هي من الجميل أن تتحول الأحلام إلى حقائق وأن تتحول المشاريع على أعتذر منك المقاطعة أستاذ علاء، إشكالية في الصوت، وأعود لك بعد أن أجدد ترحابي بالأستاذ حسن النجار معاون محافظ البصرة، حياك الله أستاذ حسن. نتحدث عن ربط الشلامشة مع البصرة، وهاي هذا الربط يعني هاي المنطقة مهمة جدا خاصة في الزيارة الأربعينية، شلون راح توفر أو يوفر هذا الربط السككي دعم إضافي ومرن لنقل الزائرين بين البلدين في المناسبات المليونية؟ نتحدث عن مشكلة نقل الزائرين اللي ظلت مشكلة مرافقة طيلة الفترة الماضية لمدة 20 سنة. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولمشاهديكم الكرام وللضيف الكريم، حياكم الله. كما تفضل جنابكم أن هذا المشروع هو في أوليات أيامه كان عام 2010 وبدأ يتأجل حقيقة، وهذا التأجيل لم يكن بصالح الفريقين، لا بصالح الجانب العراقي ولا بصالح الجانب الإيراني. عندما نعود إلى تسميته بأنه ربط سككي وأيضا خاص بذات الوقت، على اعتبار أن هذا الربط هو متعلق بنقل المسافرين سواء الزائرين في أيام الأربعين أو الزائرين في الأيام الأخرى من الجانبين، سواء من الجانب العراقي أو من الجانب الإيراني، وهذا ما حددته اليوم كلمة السيد رئيس الوزراء، وقالها بصراحة أنه اليوم احنا يجب أن يكون عندنا تنوع في النقل، مرة عندنا نقل بالطائرات، مرة نقل بحري، مرة نقل جوي، ومرة نقل نعبر عن اليوم بالقطار، واللي حقيقة طال انتظار الجانبين العراقي والإيراني إلى هذا التنوع. يعني اليوم أنا عندي فقط لغاية اليوم اللي هو يعني احنا اليوم 2/9/23 وصل عندي عدد المفوجين كما نعبر عنها بحدود 730,000 فقط من منفذ الشلامجة، وهؤلاء يحتاجون إلى نعم. أستاذ حسن تفضل. طيب اسمح لي أن أقاطعك أستاذ حسن، أرجع إلى ضيفي الكريم. جاءت عن طريق نعم سكة القطار من خرم شهر، طيب من خرم شهر باتجاه نعم. خلنا نكمل سيد العزيز، أكمل الفكرة وبعدين نروح. تفضل تفضل أستاذ حسن. نعم، من خرم شهر باتجاه حقيقة البصرة. هذا اليوم هذه السكة كما تعلمون أنها بحدود 32 كيلومتر تبدأ من الشلامشة وتنتهي بالبصرة من خلال محطة ستكون موجودة في داخل محافظة البصرة. طبعا هناك التزامات على الجانبين، طيب. الجانب العراقي والجانب الإيراني. نتحدث عن الجدول الاقتصادي لهذا المشروع لو سمحت لي استاذ حسن، حتى يكون موضوعنا متداولي بين حضرتك والضيف الكريم. نائب رئيس الجمهورية. نعم. نائب رئيس الجمهورية. نعم. نعم. استاذ حسن. نعم. خليني اذهب الى استاذ علاء الفهد. نائب رئيس الجمهورية. استاذ علاء، اذا نتحدث عن المنطقة المثبتة لهذا المشروع مليئة بالألغام منذ حرب الثمانين، شلون راح تكون خطة العمل على إزالتها؟ وبالتالي هنالك جهد ودعم لوجستي يجب أن يكون ليس من جهة واحدة بل من جهات متعددة وبين البلدين طبعا. جدد ترحيب بحضرتك وبضيفك الكريم وبكل مشاهدي قناة الأيام الكرام. حقيقة هذا المشروع هو من المشاريع الاستراتيجية المهمة، هناك تحديات تواجه هذا المشروع، وأول التحديات وأكبرها وجود ألغام بأعداد كبيرة. وصل عدد الألغام المرفوعة فقط من الجانب الإيراني بمقدار 1400 كيلو بمقدار 1600 لغم،
وأيضا في الجانب العراقي اللي هو راح يكون المسؤول عن رفع الألغام اللي موجودة ضمن الحدود العراقية. أيضا من التحديات الكبيرة والمهمة جدا أنه الأرض رخوة بهذه المنطقة، تحتاج أنه بحيث أنه تثبيت لهذه الأرض من أجل نجاح مشروع سكة الحديد لنقل الزائرين. العدد المتوقع أكثر من 3 مليون زائر سنويا. طبعا هذا المشروع هو لنقل الزائرين فقط، تكلفته بمقدار 138 مليون دولار. أيضا المشروع على مدار أكثر من 32 كيلومتر، وهناك مجسرات لعبور مسطحات المائية بين البلدين. هذا المشروع مدة إكماله سنتين أو 3 سنوات يمكن أن يكون جاهز للعمل، خصوصا أنه هناك زيارات متبادلة للزائرين بين الجارتين العراق وإيران، وهذا المشروع حيوي لتشغيل الأيدي العاملة من جهة، وأيضا إحياء المناطق التي تمر بها سكة الحديد وتحويلها. آخر يعني بالإضافة إلى هذا الموضوع، أكو تحدي آخر أستاذ على هو هنالك بعض الأراضي تتطلب استملاك، نعم، وأخرى متجاوز عليها. هذه المسألة هل تحل بالسرعة المطلوبة؟ يعني هي مناطق حدودية ومتروكة، وذكرت هي مناطق ألغام، ربما حل الاستملاكات بسيط جدا في محافظة البصرة، خصوصا أنه إداريا محافظة البصرة وعلى رأسها السيد المحافظ لديهم نشاط ورؤية كبيرة جدا بإحياء هكذا مشاريع وتعويض المتجاوزين عن طريق توفير بدائل لهم من جهة، وأيضا من أجل أنه يكون هذا المشروع مشروع ذات جدوى اقتصادية ومهم ومفيد أيضا لأهالي البصرة باعتباره مشغل للأيدي العاملة من جهة، وأيضا هو دعوة إلى التطور والتنمية، وهو من المشاريع اللي كانت متوقفة، توقفت أكثر من مرة في عام 2010 وفي عام 2014 نتيجة سيطرة داعش على بعض المحافظات وأثر بشكل كبير، ثم عودته في عام 2019 وقبل فترة زيارة السيد وزير النقل العراقي إلى جمهورية إيران الإسلامية من أجل إحياء وإعادة هذا الطريق وجعله حيز التنفيذ. كان الحديث يتحدث أنه هذا الطريق ربما سيكون لنقل البضائع، مؤثر على ميناء الفاو، اقتصاديا غير مجزي العراق، لكن اليوم حديث السيد رئيس الوزراء قطع الحديث أمام كل من يحاول دائما أن يضع إفشال للمشاريع. الحكومة جادة اليوم، حولت الكثير من المشاريع اللي كانت مجرد على الورق، كانت مجرد أحاديث، حولت إلى أرض واقع، وهذا طبعا نقلة مهمة جدا، أنه بجهود حثيثة من قبل الحكومة أن تحول تلك المشاريع إلى مشاريع قيدة التنفيذ، يمكن أن ترى النور وتبصر النور خلال السنوات القادمة. هذا بحد ذاته هو تحدي كبير ونقلة نوعية في العمل الحكومي، من المباحثات والاجتماعات والزيارات المتبادلة ودراسات الجدوى، أن يكون المشروع على أرض الواقع، وهو لبنى وبداية لمشاريع استراتيجية في هذه المنطقة وفي هذه المحافظة مهمة جدا. طيب، اليوم زيارة السيد رئيس الوزراء إلى محافظة البصرة بعث رسائل أن هناك مشاريع كبيرة تنموية استراتيجية يمكن في قادم الأيام أن ترى النور وأن تؤثر بشكل كبير من الناحية الاقتصادية. طيب أستاذ حسن، يشير أستاذ علاء الفهد إلى عدم تعارض هذا المشروع مع ميناء الفاو حسب تصريحات رئيس الوزراء، وهنالك بعض حديث لبعض النواب أيضا عضدوا هذا الموضوع، وأن هذه السكك تأخذ من حيوية ودور ميناء الفاو حسب تعبير بعض النواب الذين خالفوا رأي رئيس الوزراء، وهذا الربط يتقاطع مع الفاو. أسأل حضرتك، أم راح يصادر جزء من أهميته لو راح يسنده؟ الآخر بعضهم يتحدث عن مصادرة هذا المشروع جزء كبير من طريق التنمية، مدى صوابية هذه القراءات؟ نقاط عزيزي، خلنا أكمل يعني، خلنا أكمل حتى يصير إنصاف بقضية الوقت يعني. الوقت الوقت منصف إن شاء الله ويا حضرتك، بس ما أنا هم محدد في وقت الإجابة. قضية النواب اللي يتحدث حقيقة، لأنه الحديث هو واضح. نعم الوقت، خلنا أكمل. تفضل. اليوم النواب اللي تحدثوا يعني بعد هو يسألون هم بهذا الحديث، لكنه السيد رئيس الوزراء اليوم وضع النقاط الحروف في قضية أنه هذا المشروع
ومشروع نقل المسافرين حصرا لا وجود نقل بضائع، نقطة على السطر. طيب. خلصنا من عدن. احنا اليوم عندنا مشكلتين موجودة، هي قضية الألغام اللي موجودة بحدود 16 كيلو واللي راح يعالجها الجانب الإيراني، والمشكلة الثانية مشكلة نسميها الاستملاكات. الاستملاكات طبعا هذا من مسؤولية الحكومتين المحلية والمركزية، إذا كان هناك ما يتعلق بأملاك تابعة إلى وزارة المالية أحولها على قانون 80، والأملاك الخاصة طبعا تعوض، والأملاك اللي نسميها تجاوزات أيضا هذا راح يصير له علاج، وإحنا أعتقد كثير من المشاريع اللي موجودة عندنا عالجناها بهذا الجانب. أيضا من التعهدات على الجانب الإيراني هو مد جسر على شط العرب خاص يعني ذهاب وإياب خاص بهذا القطار المعني، وبالتالي اليوم بعيدا عن ما تحدث به الأخوة النواب سواء كان إلى علاقة بميناء الفاو، لا اليوم ميناء الفاو مشروع الوحدة، وهناك مشروع كبير حقيقة اللي هو طريق التنمية اللي أيضا تحدث عنه السيد رئيس الوزراء على هامش افتتاحها لمجموعة من المشاريع اليوم بالبصرة، ليس فقط الربط السككي، هناك مشاريع أخرى تم افتتاحها سواء ما يتعلق ب يعني اليوم محطة معالجة الزبير، معالجة المياه الثقيلة في الزبير، ما يتعلق أيضا بمستشفى 100 سرير في صفوان، أيضا بمحطة تحويلية، وهكذا بقية المشاريع اللي شرف على مشاريع أخرى أيضا اليوم صار تحت أنظار السيد رئيس الوزراء. وبالتالي أنا أقول هذا المشروع هو مشروع حيوي استراتيجي سيكون للعراق وللبصرة، سواء ما يتعلق بفرص العمل، ما يتعلق بنقل الزائرين. اليوم أنا ذكرت الأعداد اللي موجودة، يمكن ذكر السيد رئيس الوزراء في حديثه بأنه وصل العدد 3.5 مليون من الزائرين بالمنافذ الحدودية جميعها، وأقول في محافظة البصرة فقط من منفذ الشلامشة الحدودي وصل 730 ألف، وبالتالي هذه 730 ألف اليوم يمكن لو موجود عند القطار راح يعالج الكثير من عدها، كذلك معالجة الحوادث وغير ذلك. طبعا الحديث عن الفاو، عن الفاو بها مشروع متكامل، مشروع مختص بها، طريق التنمية اللي هو طريق ليس فقط طريقا كما نعبر عنه طريق سريع، وإنما طريق تنمية بسكة قطار تبدأ من نقطة صفر من الفاو وتنتهي في شخابور، وأيضا طريق سريع يبدأ من البصرة وينتهي في شخابور. كل هذا هو عبارة عن مشاريع استراتيجية، وواحد من عدها مصب مهم جدا هو مشروع الربط السكي اليوم بين البصرة وبين الجانب الإيراني في خرم شهر. طيب أستاذ علاء، الجدوى الاقتصادية من هذا المشروع، يعني اللي عدد الذين راح يخدمهم هذا المشروع، تكاليف وتقسيمها بين البلدين؟ أولا الجدوى الاقتصادي هو مشروع مجدي من الناحية الاقتصادية، كون أنه هناك تبادل للزائرين لزيارة العتبات المقدسة وعلى مدار أيام السنة، هذا جانب. الجانب الآخر إحياء المنطقة من الناحية الاقتصادية وإنشاء مشاريع خدمية ومشاريع بنى تحتية، هذا كله بالمقابل سيكون له مردود اقتصادي مهم جدا. مسألة التكاليف، كل بلد يتحمل تكاليف إنشاء السكة على حدوده، وبالتالي يكون نوع من المناصفة بين البلدين. أيضا هذا المشروع من ناحية الجدوى الاقتصادي هو تحول، حيث القطار اللي راح يكون هو قطار سريع يختصر الجهد والوقت والتكلفة، وأيضا يسهل عملية الزيارة فقط، ليس فقط للزائرين الإيرانيين، إنما حتى الزائرين من جنوب شرق آسيا، من أفغانستان، من باكستان، كل الدول الآسيوية للزائرين سيكون هذا الطريق مفيد لهم عن طريق جمهورية إيران الإسلامية، ويدخلون إلى العراق، والعراق يعني بلد لديه سياحة دينية يمكن أن تكون لا تقل أهمية عن الإيرادات النفطية لو تم استغلالها بالشكل الصحيح، مع وجود أيضا المواقع الأثرية والمواقع الطبيعية، يمكن أن يكون خصوصا مسألة زيارة البابا وإنشاء مشروع في الناصرية لإحياء الديانة المسيحية في هذه المنطقة، هو ليس للمسلمين فقط إنما لكل الديانات ولكل الطوائف. العراق اليوم يشهد حالة من الانفتاح الإقليمي على جميع دول الجوار، وهناك تبادل للمشاريع وتبادل لخصوصا أنه مع دول المنطقة، بحيث يكون هناك
ربط سككي وربط كهربائي، وأيضا الاستفادة من الموقع الجغرافي والترانزيت للعراق، وهذا طبعا تم الإعلان عنه سابقا أنه العراق سيشهد موقع الجغرافي الحقيقي، ممر ترانزيت لأيضا كل دول الجوار باعتباره أقصر الطرق الرابطة بين آسيا وأوروبا. أشكرك شكرا جزيلا الخبير الاقتصادي الأستاذ علاء الفهد ضيفا كريما في الأستوديو، وكذلك الشكر الوفير لحضرتك الأستاذ حسن النجار معاون محافظ البصرة انضممت معنا عبر الأقمار الاصطناعية. شكرا جزيلا لكم ضيوفا كرام، شكري موصول لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة، في أمان الله.